لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. وما تزال معنا مكالمات كثيرة من مختلف المدن المغربية الحبيبة. اللحظة نتحول من مراكش إلى تطوان مع لالة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالة خديجة من تطوان. الحمد لله، كيف حالك من الحضر؟ نتوقعك نهار الخميس. يا مرحبا يا مرحبا. عمي كورا بنا سنسولك جو سؤالات لك الممكن. مرحبا بنتي. السؤال الأول في الصالة، بعد المرات واحد القط دائما كتكون تصلي كيجي حدايا هكا كيبقى يتعلق فيا ولا يا بنتي ان شاء الله. والسؤال الثاني الله يخليك، نعم، يوم الاثنين والخميس كنت كنصوم دائما، نعم، وفجأة ولات ما بحال اللي كنسترخى ما كنقدرش نصوم هكا الوقت كنقدر عليه. واش كيولي فريضة تصوم دائما ولا قد استطاعة ديال الانسان؟ يا بنتي الله يتقبل منك. لالة خديجة، بالنسبة للصلاة، لالة خديجة كتسول القط. كاين بعض الناس اللي مربين قطط في البيوت ديالهم. القط هذا هو طاهر، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات. الطواف يعني كيكون في البيت، كي يكون معكم تحت الميدا، كي يجلس معكم فوق الناموسية، كتصلي كيدوز حداك، هو طاهر. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمي أبو هريرة لأن كان عنده واحد القطيط صغير. سيدنا أبو هريرة كان عزيز عليه المشاش زي القطوطة، فكان كل مرة كيربي قط، واحد القط طول معه بزاف، وكان يلقب يا أبا هر. مرة كيقولوا يا أبا هر، هو طاهر لا بأس لك تصلي ودز من حداك لا يؤثر فيك. أما عن الصيام ديال الاثنين والخميس، فالصيام هو غير مجرد أيام فضيلة، الاثنين والخميس نوافل من نوافل، لكن فرق بين الإنسان الذي يقدم نذر، اللي قال نذر على نفسي أنني أصوم هذه الأيام، ديك الساعة خصو لابد يكفر عن النذر. أما إلى غير قال غن عزيمة، عندي واحد القوة نفسية وسوف أصوم الاثنين والخميس، ولكن بعد ذلك شعر بالضعف، لا شيء عليه، لأن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. كان واحد صحابي جليل قال لي يا رسول الله أنا بغي نصلي وبغي نقوم الليل وبغي ندير كذا، ولكن مرة كضعف نفسي وكنمشي للبيت ونرافس الأهل والأحباب والأموال والأولاد. قال لي ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم الاثنين والخلاد. قال لي ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم الاثنين والخميس نختم القرآن، لكن ساعة أخرى كان ضعف فكنقابل الأشغال اليومية ديالي وماشي بالضرورة نكمل نحافظ على الفرائض. نعم فرائض ما فيهاش تنازل، ولكن النوافل لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، لأن النفس إذا كلفتها فوق تطيق تتعب، وإذا تعبت كلت، وإذا كلت ما كتبقى دير والو. فلا لا لا حرج عليك يا بنتي خديجة. والله يخليك ويرحمك وأيضا الله يرحمك الوالدين. يا بنتي كنت مخطوبة لواحد الوالد. إيه. وفترة ديك الخطوبة كنت دائما كنحلم العرس ديالي، وكنقول الوالدة كنقول لابسة والناس مجموعين وكلشي، والحنة ما عنديش، كنقول لها الناس كلشي كيعمل حنة لولادو إلا أنت ما عملتش حنة في يدي. نعم. في يدي ما فيهمش حنة. إيه. بغيت نثبت الله يرحمك الوالدين. وباقا مخطوبه لاله خديجه؟ لا ما كملش. الله لنا الهدد، الرؤيه كتبين بان فسخ الخطوبه، الرؤيه المناميه ان شاء الله سوف اشرح لك ذلك يا بنتي خديجه. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركه. هذه الرؤيه كتبين بان فسخ الخطوبه، الرؤيه المناميه ان شاء الله سوف اشرح لك ذلك يا بنتي خديجه. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركه. بالنسبه شكرا لك بالدفعه. العفو بنتي، العفو بنتي، الله يصلح الشباب ديالك. أما قد الخطوبة اللي كيحلم بالعرس في المنام، العرس الله يحفظنا وإياكم هو علامة على عدم إتمام العرس. إلا شفت الموت، نعم الموت في المنام معناها فرح وسرور وطول عمر، لكن لما كنشوف العرس
والدفوف والغناء وكذا، معنى الله يحفظ ما كملش الفرحه ما غتكملش، خصوصا ملي شتي الحنه ما عندكش، الناس عندهم الحنه وانت ما عندكش، يعني ما عندكش النصيب، يعني ما عندكش النصيب مع داك السيد اللي كنتي معاه. فالله يلطف الجميع، اللهم امين يا رب يا كريم. وما تزال معنا مكالمات كثيره من مختلف المدن المغربيه الحبيبه. اللحظه نتحول من مراكش الى تطوان مع لالا خديجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لالا خديجه من تطوان. الحمد لله، كي حالك من الحضانه؟ جات معك نهار الخميس. يا مرحبا يا مرحبا. عمي كورا دابا كنسول لك جوج سؤالات اللي كان ممكن. مرحبا بنتي. السؤال الاول، في الصلاه بعض المرات واحد القط دائما كتكون تصلي كيجي حدايا هكا كيبقى يتعلق فيا ولا يا بنتي ان شاء الله. والسؤال الثاني الله يخليك. نعم. يوم الاثنين والخميس كنت كنصوم دائما. نعم. وفجأة ولات ما بحال اللي كنسترخى ما كنقدرش نصوم هكا الوقت كنقدر عليه، واش كيولي فريضة تبقى تصوم دائما ولا قد استطاعة ديال الإنسان؟ يا بنتي الله يتقبل منك لالا خديجة. بالنسبة للصلاة لالا خديجة كتسول القط، كاين بعض الناس اللي مربين قطط في البيوت ديالهم. القط هذا هو طاهر، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال إنه من الطوافين عليكم والطوافات. الطواف يعني كي يكون في البيت، كي يكون معكم تحت الميدا، كي يجلس معكم فوق الناموسية، كتصلي كيدوز حداك، هو طاهر. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمي أبو هريرة لأن كان عنده واحد القطيط صغير. سيدنا أبو هريرة كان عزيز عليه المشاش زي القطوطة، فكان كل مرة كي يربي قط، واحد القط طول معه بزاف، وكان يلقب يا أبا هر. مرة كي يقولوا يا أبا هر، هو طاهر لا باس لك تصلي وداز من حداك لا يؤثر فيك. اما عن الصيام ديال الاثنين والخميس، فالصيام هو غير مجرد ايام فضيله، الاثنين والخميس نوافل من نوافل، لكن فرق بين الانسان الذي كيقدم نذر، اللي قال نذر على نفسي انني اصوم هذه الايام، ديك الساعه خصو لابد يكفر عن النذر. اما الى غير قال عزيمه، عندي واحد القوة نفسية وسوف أصوم الاثنين والخميس، ولكن بعد ذلك شعر بالضعف، لا شيء عليه، لأن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. كان واحد صحابي جليل قال لي يا رسول الله أنا بغي نصلي وبغي نقوم الليل وبغي ندير كذا، ولكن مرة كضعف نفسي وكنمشي للبيت ونرافس الأهل والأحباب والأموال والأولاد. قال له ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم الاثنين والخلاد. قال له ساعة فساعة، واحد الساعة كان فيها النشاط غنصلي مزيان ندير قيام الليل ونصوم الاثنين والخميس نختم القرآن، لكن ساعة أخرى كان ضعف فكنقابل الأشغال اليومية ديالي وماشي بالضرورة نكمل نحافظ على الفرائض. نعم فرائض ما فيهاش تنازل، ولكن النوافل لا تكلف نفسك فوق ما تطيق، لأن النفس إذا كلفتها فوق تطيق تتعب، وإذا تعبت كلت، وإذا كلت ما كتبقى دير والو. فلا لا لا حرج عليك يا بنتي خديجة. والله يخليك ويعافيك وأيضا الله يحميك الوالدين. إيه بنتي. كنت مخطوبة لواحد الوالد. إيه. وفترة ديك الخطوبة كنت دائما كنحلم العرس ديالي، وكنقول الوالدة كنقول لابسة والناس مجموعين وكلشي، والحنة ما عنديش، كنقول لها الناس كلشي كيعمل الحنة لولادو إلا أنت ما عملتش الحنة في يدي. نعم. يدي ما فيهمش الحنة. إيه. بغيت نثبت الله يحميك الوالدين. وباقا مخطوبه لاله خديجه؟ لا ما كملش الله. لان هذه الرؤيه كتبين بان فسخ الخطوبه. الرؤيه المناميه ان شاء الله سوف اشرح لك ذلك يا بنتي خديجه. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركه. هذه الرؤيه كتبين بان فسخ الخطوبه. الرؤيه المناميه ان شاء الله سوف اشرح لك ذلك يا بنتي خديجه. الله يصلح الشباب ديالك والله يعطيك الخير والبركه. بالنسبه شكرا لك بزاف. العفو بنتي، العفو بنتي، الله يصلح الشباب ديالك. اما قد الخطوبه اللي كيحلم بالعرس في المنام، العرس الله يحفظنا واياكم هو علامه على عدم اتمام العرس. الا شفت الموت، نعم الموت في المنام معناها فرح وسرور وطول عمر، لكن لما كنشوف العرس والدفوف والغناء وكذا معنى الله يحفظ ما كملش الفرحه ما غتكملش، خصوصا ملي شتي الحنه ما عندكش، الناس عندهم الحنه وانت ما عندكش، يعني ما عندكش النصيب،
يعني ما عندكش النصيب مع داك السيد اللي كنتي معاه، فالله يلطف الجميع. اللهم امين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.